مساء الخير لكل متابعي الكرة والجماهير في كل مكان، اهلا بكم وسهرتنا الليله وانتصارات ان شاء الله. دايما الرياضه المصريه في انتصارات متتاليه وتطور كبير للرياضه المصريه. عندنا النهارده ضيوف، يعني انا ما بعتبرهمش ضيوف لان هم بيعتبروا نجوم التحليل في برنامج الكره والجماهير. معانا الكابتن محمد الجيلاني، منور الدنيا يا كابتن محمد. حضرتك ويا رب كده نكون ضيف خفيف على الساده المشاهدين ان شاء الله. منور الدنيا يا كابتن محمد. طبعا الكابتن محمد الجيلاني لاعب نادي المقاولون العرب ونادي وادي دجله. ان شاء الله يعني النهارده تبقى حلقه تقدر نفيدكم ونسعدكم في الاوقات الماضيه القادمه. ضيفنا الجميل اللي على المستوى الشخصي انا بحبه جدا، كابتن عبد الحميد شبانه، منور البرنامج. حبيبي يا استاذ احمد، منور بوجودك طبعا، وشرف ان اكون مع حضرتك، وان شاء الله نبقى حلقه مميزه. وكابتن محمد جاني طبعا يعني ان شاء الله مشرفه. كابتن عبد الحميد شبانه لاعب النادي الاهلي طبعا، يعني نادي الاهلي وغزل المحله، هو بيعشق غزل المحله لانه خد فرصته في غزل المحله وتوهجه كان في غزل المحله وما قدرش ياخد فرصته في النادي الاهلي لان كان في زخم من اللعيبه في الاماكن اللي كان بيتواجد فيها الكابتن عبد الحميد شبانه، وهو عشان خلوق ومؤدب يعني تقبل الامر. ولا يا كابتن عبد الحميد؟ طبعا يعني اولا شرف ان اي حد يعني يلعب غزل المحله الاول. اه طبعا. والنادي الاهلي طبعا احسن نادي في افريقيا يعني، فاي حد بيتحط اسمه في النادي الاهلي بقى شرف ليه يعني. الحمد لله على كل شيء. ان شاء الله حلقتنا النهارده تعجبكم وتنول اعجابكم. قبل ما نبدا النهارده فقراتنا، نحب ننوه ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتكريم الفريق الشباب لمنتخب مصر تحت 23 عام والكابتن شوقي غريب والجهاز الفني، تكريم ولا اروع. تشوف الصور مع بعض دلوقتي، ده تكريم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفريق الناشئين فريق الشباب لمنتخب مصر. طبعا احنا بنبارك للمنتخب الاولمبي يعني حصوله على بطولة كاس الامم، وان شاء الله تأهله لطوكيو، اولمبياد طوكيو 2020، ومنح وسام الرياضة الابطالنا، وللكابتن شوقي غريب وللجهاز الفني الف مبروك للرياضة المصرية، وشكرا لزعيم مصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. عندنا النهاردة فقرتين، الفقرة الاولى مباراة الاهلي والزمالك، الاهلي مع الاهلي مع الهلال السوداني، والمباراة الثانية الزمالك واول اغسطس. طبعا بنبارك للنادي الاهلي وبنبارك لنادي الزمالك بعد خسارة الجولة الاولى، الاهلي من النجم الساحلي والزمالك من مازيمبي. الف مبروك للنادي الاهلي والف مبروك لنادي الزمالك. هندخل بقى مع بعض ونحلل مع نجومنا الكبار ونشوف كواليس الاهلي مع فريق الهلال السوداني الشقيق ايضا. نروح للكابتن محمد الجيلاني. الاهلي يحقق انتصار تاريخي وهو الثالث على فريق الهلال السوداني الشقيق، ايه رايك يا كابتن محمد وتقييمك لمباراه امس؟ طبعا لما تيجي حضرتك تتكلم طبعا المباراه بتاعت النادي الهلال، ايوه هتقول ان الموضوع بالنسبه للنادي الاهلي الفتره اللي فاتت النادي الاهلي ماشي بشكل كويس جدا، ماشي كويس جدا مع جداً فايلر. يعني مش بس في النتائج، لا في الاداء يعني الأداء. الناس الجمهور مقتنع جدا بالاداء. تمام. يعني عايز اقول ان الاهلي افضل فتره ليه من بعد مانويل جوزيه، افضل فتره النادي الاهلي مع كل المدربين اللي اشتغلوا مع نادي الاهلي بعد كده. تمام. هي الفتره دي اداء يعني مقنع جدا. في حاجه تانية تفرق المدرب ده بالذات عن اللي قبله المدربين. عن اللي قبله ان اللعيبه في راحه نفسيه جدا داخل الجهاز، داخل اللعيبه. تمام. في حاله رضا من اللعيبه. تمام. سواء لعيب بيشارك بصفه اساسيه او حتى لعيب مش موجود خالص في المباراه بيجي بعد كده يلعب، بتلاقي في حاله رضا. يعني حتى في التغييرات حضرتك ملاحظه طبعا يا كابتن محمد طبعاً ان اللاعب نفسيا يكون مرتاح مظبوط للمدير الفني، يكون مظبوط يكون مرتاح نفسيا حتى لو هو مش بيلعب. دي طبعا بتبقى صعبه جدا على اللعيب، اللعيب ما بيلعبش بيبقى دايما محتاج ان هو يبقى موجود في الملعب لان روح اللعيب هي الملعب. تمام. فاللعيبه كلها بشوف فيها حاله الرضا دي، سواء في تغيير سواء ناس بتبقى موجوده بره، وبعدين بموضوع تدوير اللعيبه بيعملوا بشكل كويس جدا. تمام. يعني احنا شايفين ان رمضان صبحي عمل بطوله
من افضل على من أعلى على اعلى مستوى، واخد بجد. افضل لاعب في البطوله. فعلا ما شاء الله كان يعني في كل حاجه كويس، بيجيب اجوان، بيعمل اجوان، بيدافع كويس، بيهاجم كويس. جه بعد كده كان عنده مباراه الجونه، راح مريحه. بقى موجود ناس ما شاء الله كسبوا اربعه، وموجود ناس عملت الدور بتاع رمضان. فنادي الاهلي بصراحه يعني الفتره دي انا شايف النادي الاهلي يقدر ينافس على بطوله افريقيا بشكل كبير جدا. طيب هو طبعا لسه معانا اسئله كتير يا كابتن محمد وهنجيلك لها، ولكن احنا في السؤال الاولاني يعني انت شايف تقييمك لمباراه الامس ان الاهلي اداؤه مقنع؟ اداؤه مقنع، اداؤه مقنع طبعا، وبالذات كمان انت النهارده عايز 3 بونت. انت النهارده بتلعب في دوري مجموعات، المباراه الاولى طبعا خسرتها من النجم الساحلي. أيوه. فكنت محتاج انك تجيب ال3 بونت باي طريقه، يعني لازم تكون عندك 3 بونت وبعدين انت تلعب على ارضك. طيب. ونادي الاهلي معودنا دايما، المفروض نادي الاهلي او نادي الزمالك معودنا دايما ان ما عندوش موضوع انه بيلعب بره او جوه، هو احنا الجمهور بتاعه متعود انه بيكسب بره كده او جوه. كابتن محمد بس بره او جوه البطل يكسب. مظبوط، النادي الاهلي لما بيتعادل مباراه بتبقى تمام. مشكله بالنسبه له يعني. تمام. طيب نروح للكابتن عبد الحميد شبانه. طبعا الكابتن فايلر بيعتمد على 4-1-4-1 او 4-2-3-1 والكره معاه وهو في حاله الهجوم 4-1-4-1. هل الطريقه دي هتنجح مع الفرق الكبيره سواء خارج مصر او داخل القاهره؟ والله بصراحه انا شايف ان مستر فايلر يعني بيخلي اي فرقه بتلعبه بتلعب على طريقته هو، يعني هو يعني اي فريق بيلاعب فايلر لازم يحترم طريقته. يعني عمري ما انسى ماتش مثلا النجم الساحلي اللي مطلوب منه واحد، وخلى يعني النجم الساحلي في تونس بيدافع للاهلي والاهلي ناقص منه واحد. تمام. يعني عنده جرأه بصراحه وشكل هجومي وكره جماعيه لا مدي ثقه للعيبه، يعني اللعيبه حتى لو ناقص مني واحد لا انا ممكن افرض الريتم بتاعي او طريقه اللعب بتاعتي على اي فريق مهما كان اسمه ايه ومهما كان الماتش بره او جوه. بس دي ميزه. بس انا في نقطه برضو انا هسال حضرتك وهرجع برضو اسال نفس السؤال للكابتن محمد. الاهلي في ثغره في قلب الدفاع، قلب الدفاع وخصوصا الكور الطوليه اللي بتلعب باينه جدا، بتلعب في ظهر المدافعين باينه جدا. يعني الاهلي دخل فيه 6 اهداف بنفس الشكل وبنفس الطريقه، ما ده برضو يعني بيبين لنا ان الاهلي بيعاني في الحته دي. ان مثلا يعني مع احترامي ايمن اشرف لعيب كويس جدا، ماشي، مش مكانه اللي هو المساك، مش مكانه باك ليفت. أيوة. فما الاقي مثلا الاهلي بيلعب بايمن اشرف مساك يبقى في أيوة. يبقى في مشكله في الحته بتاعت في الديفنس. تمام. وان احنا نجيب مثلا متولي ان احنا نستعين بيه ان هو يلعب مساك تاني ويتصاب. ياسر ابراهيم يعني في افريقيا برضو هو لعيب كويس جدا، بس في افريقيا برضو لسه ما ثبتش نفسه لسه. لان افريقيا غير الدوري المصري طبعا، والدليل انه بدا بالكابتن احمد فتحي. فالموضوع لا في مشكله، فلازم بسرعه لسه قبل ما البطوله يعني نخش في الادوار المهمه، المباريات الاصعب. لا أيوة. ولسه ما نعدي المجموعات، لسه في مثلا ماتش قبل النهائي هنلعب فرق مثلا زي الترجي زي مازيمبي زي سان داونز. لا دي الفرق دي ما بتهزرش، والماتش يعني ما فيش حاجه اسمها اعوض الماتش التاني، لا خلاص الغلطه بفوره بقى زي ما بيقولوا. فلازم نلحق الدنيا من دلوقتي نتعاقد مع مساك كويس. الاهلي ناقصه قلب دفاع محترم، يعني لعيب اسم وثقه وكبير، يعني لازم في المكان ده، لازم في المكان ده، مفيش حل تغيير تاني. طبعا الكابتن محمد الجيلاني هو احد المساكين المميزين في الدوري المصري. ايه رايك يعني هل في اهتزاز في خط الدفاع في النادي الاهلي وخصوصا الكورات الطوليه اللي بتتلعب في خلف مدافعي النادي الاهلي؟ انا عايز اقول لحضرتك ان المشكله دي مش موجوده في النادي الاهلي بس، المشكله دي موجوده في مصر عامه. عندنا مشكله كبيره، يعني انت بتتكلم في ماتش كينيا مثلا. أيوه. المباراه خلصت 1-1. أيوه. وفي اكتر من كره الشناوي تصدى لها بشكل كويس وانفرادات، فالحاجات دي المفروض يعني انت النهارده منتخب مصر في المباراه كلها ما الفرقه الثانيه ما تروحش عليك مرتين. تمام. يعني الانفرادات دي بتبقى مثلا في الماتش كله 90 دقيقه ممكن انفراد، وده ما يحصلش. وده ما يحصلش مع الفرق الكبيره تحديدا. مظبوط، ده بيحصل كتير. أيوه. نادي الاهلي رامي ربيعه، انا شايف ان رامي ربيعه يعني انا 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 بثني عليه ان هو غاب فتره كبيره في الاصابه وبيرجع ما شاء الله. يعني هل غيابه ده ممكن يكون مؤثر لسه على طبعًا مستوى طبعًا فيه؟ طبعا طبعا. النهارده اللاعب طول ما هو موجود طول ما في الملعب ورجله في الملعب اخطاء بتقل. مظبوط، ما بالك من رامي ان هو كمان مش رجله بقى بره الملعب، ده هو اساسا بيتعالج وبعيد خالص. تمام. فانا شايف النادي الاهلي الفتره اللي جايه، النادي الاهلي عنده مدافعين كويسين. لكن الفكره كلها ان انت النهارده لازم تعمل حاجات زي ما في مهاجم بيضيع وبتعمل له تمارين مخصوص ليه هو، ان هو لازم انفرادات وحاجات شوية. مظبوط، لازم الناس تشتغل لهم اكيد. مليون المية هم بيشتغلوا على كده يعني اكيد. لان هم ناس ماسكه نادي كبير. فاكيد لما بيشوف فيه ثغرات او فيه اخطاء بيبدا يعالجها في التمرين. فان شاء الله الفتره اللي جايه سواء الاهلي او الزمالك او اي نادي بيمثل مصر ان شاء الله يخلصوا الجولات بتاعتهم على خير ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن محمد. طبعا جمهور النادي الاهلي
عاوز يطمن على الباك ليفت او الباك الشمال تحديدا لانه اتعود على الكابتن الكبير علي معلول. نروح للكابتن عبد الحميد شبانه ونساله ايه رايك في اداء الكابتن محمود وحيد امس؟ لا بصراحه يعني لعيب يعني بدايه يعني ظهور نجم ان شاء الله باذن الله يعني. يعني انت معجب جدا جدا. مقتنع بادائه امبارح يا كابتن عبد الحميد؟ مش امبارح، وارد ان يعني في ماتش زي في افريقيا والاهلي خسران اول ماتش وفي ضغوط بس هو كلاعب وده باين في الدوري ان هو في غياب فترات طويله ورجع مثلا ماتشات مثلا الاهلي محتاج فيها مثلا علي معلول مصاب او موقوف، لا بيثبت نفسه انه لعيب كويس ولعيب تبع المنظومه الهجوميه كمان يعني. على صوره الكابتن محمود اهيت على الهواء من لا لا لعيب ما شاء الله عليه لعيب. بس انا شايف يا كابتن عبد الحميد بوجهه نظري برضو الشخصيه تمام طبعا احترمها طبعا، المفروض هو يمسك في الفرصه لان انت مثلا انت جاي مكان نجم كبير بحجم علي معلول مزبوط. وخدت الفرصه لازم تمسك فيها بايدك واسنانك وتكلبش فيها وتقنع الجهاز الفني والجمهور اكيد طبعا يعني. بس انا شايف انا عدد له مثلا امبارح في رايي خمسه ميز باص يعني كتير قوي على الباك الشمال اللي هو بيبدا الاهلي احنا برضو بس برضو الفكره كلها انه بيلعب مكان علي معلول مشكله لسه اقول يعني لسه اقول نفس المشكله ان احنا بنقارنه احنا بنقارنه بعلي معلول بمكان علي معلول بس لو شفت يعني الموضوع يعني مع كل كوره مع انا اسف يا كابتن شمالة مع كل كوره هو بيعملها انت أيوه. بتحط الكابتن علي معلول فيها تمام يعني مثلا نفترض مثلا زي مثلا الكابتن عصام الحضري أيوه. اول ما مشي من النادي الاهلي كل برضه اتحمل عبء مظبوط صح كل جون بيجي يقف مكانه لو حتى الجون صعب والكره داخله صعبه أيوه. يقول لك لو الحضري كان كذا مظبوط ما عشان هو برضه جاي مكان مين مكان جون افضل حارس مرمى في مصر افضل حارس في افريقيا كبير. فبتبقى صعبه جدا على اللاعب اللي بيلعب في المكان ده بس المفروض اللاعب هنا يبقى ذكي يا كابتن محمد مظبوط يعني هي بتبقى ثقه اللاعب اللي بيبقى عنده ثقه بيبقى الموضوع يفرق معاه جدا على الاقل بعد المباراه يقنع الجمهور والجهاز الفني ان انا موجود مظبوط مظبوط هو برضه كان بيلعب في المقصه، المقصه ملهاش جمهور ايوه الفتره اللي هو كان موجود في النادي الاهلي فيها ما لعبش بشكل كبير ما خدش ماتشات كتير فهو برضو زي الكابتن شمان انا اضم صوت لصوته في موضوع ان هو الفرقه خسرانه المباراه الاولانيه أيوه. مع النجم الساحلي ففي فعلا ضغوط خلي بالك محتاجين المكسب الكابتن عبد الحميد برضه دبلوماسي ما بيحبش يهاجم خلي بالك لا خالص انا بهاجم حد يعني مثلا لا والله فعلا انا مثلا انا لو شايف فعلا يعني مثلا زي ما قلت لك مثلا ايمن اشرف مظلوم في الحته دي ايوه الاهلي محتاج قلب دفاع دي حاجه باينه زي الشمس لازم اتعاقد مع مدافع وفيرود كمان يا كابتن عبد الحميد فيرود بيوصل يعني. لا 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 بصراحه الطريقه بتاعت فايلر توصل لاي حد غير كده ما تعتمدش على مش عايز اللي هو الفيرود معظم شغل فايلر اللي هو الاطراف اللي جايه من تحت الاطراف كله الشحات اللي بيهدف انا شايف ان هو في لا مركزيه في الخط اللي هو اللي طبعا يعني انا شايف لا مركزيه بيأدوها كويس باينه في هو يعني سبحان الله يعني حاسس ان هو الطريقه اللي هو بتاع فايلر دي هي لايقه على لعيبه الاهلي على لعيبه سبحان الله يعني جاي ان هي نفس اللعيبه ما كانت مع لاسارتي او مع اي حد مدرب قبل كده لا كان في عشوائيه وفي كل يعني لما لعيب مثلا اجري كويس الاهلي مثلا ممكن يكسب عن طريق اجري رمضان صبحي كويس فرديه أيوة. بتبقى فروق فرديه ممكن هو الفرد اللي ينجح انا اتفق مع حضرتك في حاجه يا كابتن عبد الحميد اتفضل ممكن نقول الكابتن حسين الشحات هو احرز هدف تمام والكابتن وليد سليمان ما كانش الاداء بنسبه يعني ممكن نقول اقل من 50% ولكن كمجمل النادي الاهلي كاداء مستوى فوق 80% 50% يعني ده برضو تصديقا على كلام حضرتك ده الكلام اللي بيقول ايه يعني مثلا يعني وليد سليمان كان نجم الماتش اللي فات اللي هو بتاع الجونه ايوه صح وبرضو حسين الشحات ورمضان يعني وكان مثلا كذا لعيب في الفرقه كويسين جدا يجي مثلا الماتش اللي بعده هتلاقي حسين الشحات مستوى عالي قفشه مستوى كويس جدا شويه هتلاقي وليد سليمان الريتم يعني قل على النسبه اللي قبلها بس ما يبانش مع الفريق عشان المنظومه اللي أيوة جنبه كلهم كويسين ايوه هي دي الطريقه بتاعت فايلر يعني كل التوفيق للكابتن محمود وحيد ان شاء الله يبقى بدايه مبشره ويبقى باك شمال منتخب مصر والنادي الاهلي ان شاء الله كل التوفيق للكابتن محمود وحيد طبعا على مواقع السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي كل جمهور النادي الاهلي قال ان رجل المباراه الاول قفشه ايه رايك في الكلام ده كابتن محمود لا هو فعلا يستاهل هو امبارح مقدم انا وانت حضرتك بتتكلم على موضوع اللعيبه اللي بتوصل وكده انا بتفرج على المباراه شايف حسين الشحات بيوصل للجون بكل سهوله رمضان صبحي وصل كتير جدا في مرونه في التحركات قفشه عمل جوان امبارح الضربات الحره بيعملها بشكل كويس بيشوط على الجول عنده يعني لا قفشه من اللعيبه كويسه جدا يعني حتى هو في انبي ولما راح بيراميدز لا هو من اللعيبه كويسه جدا وهيفرق جدا مع النادي انت قريب منه يا كابتن محمد طبعا
انت شايف انه يقدر يعوض كابتن عبد الله السعيد او يعني او كابتن ابو تريكه ولا ده لسه هيفضل؟ انا معلش انا هقف عند حته كابتن ابو تريكه، انا شايف الكابتن ابو تريكه في حته ثانيه خالص بصراحه، خلقا يعني ولعبا وكل حاجة حاجه. لكن بنتمنى انه يوصل للحته دي. هو كابتن ابو تريكه نفسه لو انت سالته السؤال ده لك اتمنى ان حد يوصل للحته دي، لانه هو كلها في بتفيد النادي الاهلي. وانا سالت حضرتك ليه في الاول انت قريب منه، انت شايف الكابتن قفشه او الكابتن مجدي محمد مجدي قفشه انه يقدر يعوض في المكان ده على الاقل كابتن عبد الله السعيد؟ يقدر ان شاء الله يقدر، لانه هو عنده ما شاء الله يعني، هو بسم الله ما شاء الله في الضربات الحره بيعملها بشكل كويس جدا. عنده رؤيه كويسه جدا دي. يعني ممكن مثلا تلاقي في معظم الانديه مثلا زي يعني مثلا بص بره مثلا انيستا او كده تلاقي باص دي بروين في السيتي، تمام، يبقى شايف حاجات معظم الناس اللي بتتفرج او الناس اللي معاه مش واخده بالها خالص. باص واحد ممكن يوفر مسافه كبيره قوي ومساحه. مظبوط. فهو عنده الحته دي، وعنده رجليه مظبوطه جدا، ولسه وماتش على ماتش بيزيد. ده بيقول ان في صغير ولسه صغير ما شاء الله. عاجبني فيه الثقه بتاعته في نفسه، عجباني جدا فيه ان هو عنده ثقه في المدرب نفسه. يعني جيران المدرب باين عليه مديله ثقه. انا حته المدرب ده اقف عندها شويه، لان المدرب انا انت مقتنع قوي بفايده جدا مع واضح من تحليل حضرتك. اقول لحضرتك محمد، انا رشحت النادي الاهلي مدرب عشان المفروض النهارده اللي نشيد بيه امير توفيق واللجنه الفنيه هم اللي اختاروا المدرب. اقول لحضرتك على حاجه، انا رشحت مدرب النادي الاهلي مدرب برازيلي كان واخد بطوله كاس عالم انديه من برشلونه واخد بطولات كتير جدا. ده انت بالفعل رشحته فعلا للنادي الاهلي فعلا، والناس قالوا خلاص احنا هنبدا. كلمت امير توفيق وقال لي خلاص احنا هنبدا نشوف اللجنه الفنيه وهندرس الموضوع. بالنسبه لمدرب النادي الاهلي فايلر، انا لما هم اختاروه في السي في يعني مفيش اي مقارنه. انا هقول لحضرتك على حاجه بالظبط كده في الكوره، لما تقول انا جايب الكابتن ابو تريكه مثلا وتجيب اسم تاني صغير مثلا من اي نادي صغير، تمام، طبيعي ان اللعيب اللي انت كنت مرشحه اللي هو الكبير انت بينك وبين نفسك هتستغرب ازاي هم اختاروا ده. هم استندوا على ايه في؟ ما انا هقول لحضرتك. اتفضل. لما انا كلمني هو كابتن امير، هو كابتني كان كابتني في وادي دجله، تمام، وشخصيه محترمه جدا طبعا. وبصراحه عندهم رقي في التعامل غير طبيعي، تمام، الناس اللجنه الفنيه. قال احنا بندرس الامر وهنتكلم معاك. مجرد ما الراجل خرج بره حساباتهم كان الكلام واضح. اللي هو البرازيلي. البرازيلي، تمام، مدرب كبير السي في بتاعه قوي جدا، يعني انت واخد كاس عالم انديه من برشلونه وكان النادي الاهلي مشارك في البطوله بالمناسبه. استاذنك معانا مداخله. الو اتفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام. بس على ضيوفك فعلا. عليكم على ضيوفك يا فندم. اتعرف بحضرتك الاول. مصطفى من حلوان. ازيك يا استاذ مصطفى؟ انا عندي نقطه واحده بس عايز اتكلم في حضرتك بس يعني واقبل على طول. طب اتفضل يا فندم. دلوقتي حضرتك كانوا بينادوا الجمهور ان هو ينزل استاد القاهره ماشي يحضر الماتش بتاع المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول، تمام، ليه دلوقتي حضرتك مش عايزين مثلا يزودوا مش عاوزين يزودوا عدد الجمهور بالنسبه للانديه افريقيا مثلا؟ حاضر. يعني الدوري اصلا ملوش اي لازمه من غير جمهور. هنجاوب حضرتك يا استاذ مصطفى وان شاء الله يعني هتسمع اجابتنا الاجابه بتاعت ضيوفنا، وانا هجاوبك برضو ان شاء الله على السؤال ده. شكرا يا استاذ مصطفى. اتفضل يا كابتن محمد. اكمل النقطه بتاعت المدرب. هو كان عارف نادي الاهلي كويس ومدرب كبير واسم، فبالنسبه للمقارنه كان بصراحه كانت مقارنه ظالمه. لكن الكابتن امير لما يكلمني قال لي احنا بنفكر في مدرب تاني. وتم اختاره. قال لي يا جيلاني احنا عايزين مدرب يلعب كوره يقنع الجمهور عنده طموح. أيوة. وفعلا ده اللي انا كل اللي هو اتكلم معايا فيه ده اللي انا شفته في المدرب ده، فعشان كده انا مقتنع جدا. بس ده نقدر نقول ان هو يعني ذكاء منهم ان هم يقدروا يختاروا مدرب جدا اختاروا مدرب بتاعه برضه مش قد كده. ذكاء ومجازفه في نفس الوقت. ومجازفه. أيوة. يعني فعلا لو الموضوع ده فشل احنا بعد موضوع اتهاجم النادي الاهلي اللجنه الفنيه اتهاجمت كتير جدا بسبب مدرب يعني اتهاجموا كتير فكرة جدا. على فكره انا افتكر يا كابتن محمد يا كابتن عبد الحميد ان وجود فايلر في اول اسبوع مهاجمه على مواقع السوشيال. مظبوط طبعا. الناس انا مستنيه اجيب اسم كبير يعني مش اسم كبير واحد يعني كبير. لا ما اشوف السي في بتاعه يعني مثلا يعني اسمي كبير في افريقيا على اقل حاجه يعني ولا حد من اوروبا يعني مدرب كبير في افريقيا. هم قالوا احنا عندنا اللعيبه وعندنا الخبره مثلا مدرب السعوديه اللي هو كان اسمه مدرب بتاع السعوديه. لا انت قصدك على المنتخب السعودي اللي هو كان ماسك منتخب المغرب و المدرب اللي كان ماسك منتخب المغرب وكان اخذ مع كوت ديفوار قبل كده رينارد. يعني مثلا لو جه مثلا كان هيوطن الجماهير الاهلي ان هم مثلا يجيبوا فايلر ومش معروف او كده. أيوة. فالحمد لله هي مجازفه، ولكن الحمد لله ربنا وفقهم والراجل لحد دلوقتي بيأدي اداء كويس. اداء كويس وشخصيه قويه في الفرقه وكل حاجه. طيب انا ليا سؤال، يعني طبعا الهدف الهلال السوداني
احبط بعض الاهلاويه. يعني انت عامل ماتش مباراه كويسه ولا اروع، مش الشوط الاول في انت تتفرج على فريق في اوروبا، من سواء بقى نقل اللمسه الواحده التحركات، ولكن ختامها مش مسك زي ما مظبوط صح. طب ليه الهدف ده بالطريقه دي وبشكل ده؟ مظبوط. لا بس دي حاجه انا شايفها ان هي بصراحه حاجه ايجابيه في الماتش. ازاي يا كابتن احمد؟ انا ممكن يعني مثلا أنا ممكن من خلال الميزات كلها ما اشوفش السلبيه اللي عندي. تمام. يعني انا عندي مميزات يعني بصراحه الهلال ما راحش ما عداش نص ملعب ده انا بتكلم استحواذ مثلا فوق 80% يا كابتن. بس كابتن شباب انا بتكلم ان النقطه دي تخلي الجهاز يبدا يبص ان احنا لازم نكون مركزين لاخر دقيقه ان انا اتعلم. غير كده مظبوط. غير كده جيلاني ان انا معايا فرقه ثانيه قويه هيبان الضعف في الدفاع اللي عندي. تمام. انا مع فرقه ضعيفه وما عدتش نص الملعب ودي جون يعني ازاي ده؟ في حاجه كمان يا كابتن عبد الحميد ويا كابتن محمد، فريق الهلال لم يصوت تصويبه طوال 90 دقيقه استحواذ مثلا فوق 80%. صحيح. انا شايف ان لا نادي الاهلي مسيطر المباراه. انا دي يعني معظم انا شايفها ايجابيه من ايجابيات الماتش. ايجابيات الماتش يعني استحواذ تحركات ايجابيه جامده جدا. أيوه. على الجون وتحركات. أيوه. ولا مركزيه في المرونه. كل حاجه ميزه تلاقيها في الماتش ده. تمام. بس حته ان انا مثلا لو هلاعب فرقه بقى قويه بعد كده مثلا يعني النجم الساحلي عندي هنا لو راح مثلا بفرصتين هجيبهم جوه. هيجيبهم طبعا. صح. ده اللي انا بتكلم فيه. فده بين ان الاهلي لا الديفنس حتى في عز ان الاهلي ممتلئ الكوره لا الديفنس فيه مشكله. تمام. فده يدينا يعني يعني صح. يعني حته خلوهم يركزوا على لازم يركزوا ويشتغل عليهم اكتر. فدي حاجه شايفها بصراحه صعبه يا كابتن طبعا. محمد لا لا لسه لسه جدا بدري جدا ان الاهلي مهما كان الاهلي مستوى جامد لا هنلاعب فرق يعني مازيمبي في مازيمبي دي بقى لها مثلا اربع سنين ما خسرش على ملعبها. ايوه فرقه جامده جدا. الترجي ما شاء الله ماتشين ورا بعض فرقه قويه جدا. الترجي السنه دي جامده. معانا مداخله كابتن احمد مدبولي نجم نادي الزمالك. الو السلام عليكم كابتن احمد. ازي حضرتك كابتن عامل ايه؟ اخبار حضرتك منور برنامج الكره والجماهير. ربنا يخليك كابتن كل التحية لحضرتك ولضيوفك الكرام وانا سعيد ان انا متواجد مع حضرتك. معايا الكابتن محمد الجيلاني والكابتن عبد الحميد شبانه. طبعا كابتن محمد الجيلاني اخويا وحبيبي يعني كل التحية لي وكابتن عبد الحميد شبانه يعني نجم مصر ونجم الأندية المصرية يعني. حبيبي كابتن أحمد أنا أحب أسألك سريعا تقييمك إيه في تجربة كارتيرون بعد المباراة الثانية مع نادي الزمالك؟ يعني كل التوفيق لي طبعا مع نادي الزمالك بس يعني إحنا لسه في أول ماتشين فصعب يعني إن أنت تحكم على مدرب من ماتشين يعني. طيب حضرتك مع رحيل ميتشو من نادي الزمالك؟ مع أم ضد؟ ما يعني انا ما يعني للاسف ما كنتش متابع كل الماتشات يعني بس هو في فتره كده ما كانش ماشي كويس يعني فطبيعي يعني انه غير يعني. طب حضرتك اتفرجت على مباراه النهارده يا كابتن احمد؟ للاسف انا كان عندنا ماتش النهارده. مباراه طبعا الماتش بتاع الاسماعيلي عنده مباراه في الكاس. كان في مباراه النهارده في الكاس؟ كسبوا للاعلاميين. كان عندنا ماتش في الكاس فكنا مسافرين بعد الماتش. الاعلاميين كسبوا 2-0. الف مبروك الفوز 2-0 على نادي الاعلاميين. الله يبارك في حضرتك كابتن ربنا يخليك. انت حضرتك يا كابتن احمد من الناس الجمال جدا والجمهور بيحب يستمتع باداء حضرتك في الملعب، انت مرتاح في نادي الاسماعيلي؟ طبعا الحمد لله حاسس ان انا موجود في بيتي يعني بقى لي اربع خمس سنين في المكان يعني ماليش انا اللي في نادي الاسماعيلي حوالي اربع شهور بس حاسس ان انا موجود هنا بقى لي فتره كبيره. نادي الاسماعيلي بيحب النوعيه هو نادي الاسماعيلي بيحب النوعيه اللي هي بتاعت الكابتن احمد مدبولي بقى يعني اللي هي الايه الكره الحلوه والمهارات العاليه عمر جمال. عامه المدينه كلها هنا يعني او كل الناس اللي بتشجع نادي الاسماعيلي يعني بتحب الكره الحلوه يعني بالنسبه لها بيحبوا ان انهم يستمتعوا مش المكسب بس نادي الاسماعيلي عايز الاداء مع المكسب. مظبوط. ان شاء الله في طموح للعوده تاني لنادي الزمالك يا كابتن احمد؟ والله يا كابتن انا دلوقتي في نادي الاسماعيلي ومركز مع نادي الاسماعيلي وبالنسبه لي اتمنى ان انا اعمل حاجه لنادي الاسماعيلي وانضم لمنتخب مصر من خلال نادي الاسماعيلي. ان شاء الله كل التوفيق يا كابتن احمد وانت نجم كبير وقامه كبيره في الرياضه المصريه وان شاء الله نستمتع معاك مع نادي الاسماعيلي برازيل مصر ونشوفك في منتخب مصر قريبا ان شاء الله. حبيبي يا كابتن حبيبي يا كابتن. شكرا شكرا يا كابتن احمد. طبعا نرجع لضيوفنا الجمال الكابتن محمد الجيلاني والكابتن عبد الحميد. من كوارث جروس من الكوارث اللي جروس عملها.
الكابتن احمد مدبولي. ان احمد مدبولي ما كانش بيلعب، انا مش عارف ازاي. انت مقتنع بالكابتن احمد جدا يا كابتن محمد؟ لا جدا، اصل بص اللعيب كويس، ما حدش اختلف عليه. اه لعيب كويس، بص ما حدش خلاص الموضوع عليك. منتهي، لعيب يعني كويس. بص حطم الكابتن احمد مدبولي. انا لغايه الان مش عارف ليه، مش عارف ليه، يعني راجل بيجي له عرض وانا مش عايزه، مش موجود في الفرقه. ما كانش بيوافق انه يمشي. طب يلعب ما بيلعبوش، طب سايبه ليه؟ ما هو دي الفكره بقى. مع احترامي يا ابني، كمان لما كان بيلعب يعني انا شفت له مثلا 3 ماتش بيلعب ورا بعض من اسباب فوز الزمالك، يعني ماتش المصري ملعب المصري يعني حسام حسن السنة اللي حسن. السنة. يعني هو مثلا نجم الماتش، لا الموسم اللي الماتش اللي بعده جداً. نجم الماتش بره في السكور شويه تلاقيه بره. كابتن شيبانا جروس اول ما جه نادي الزمالك قال اللعيبه المميزه، قال احمد مدبول واحد من اميز اللعيبه اللي اعتمد عليها السنه دي. طب صراحه لعيب من ايام ما كان في التعديل، مش فاهم الفكره بعد كده ايه اللي حصل يعني. لكن ربنا يوفقه، احمد ماشي كويس جدا جدا مع الاسماعيلي، ربنا يوفقه. ما شاء الله ربنا يوفقه ان شاء الله. وعلى فكره اللعيب الحريف عايز الاجواء المناسبه اللي يقدر يبدع. مظبوط مظبوط، مش عاوز بقى مدبولي. مدبولي من الناس اللي حابه يعني، انا 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 بتعامل مع مدبولي ممكن من عن قرب شويه، ما هوش فارق معاه انا بقى موجود فين، قد ما ان انا العب وادي. أيوة. اكتر حاجه فارقه معاه ان انا اكون رجليا في الملعب. تمام. وده حاجه كويسه يعني، الطموح ده موجود زي محمد صلاح. محمد صلاح كان في تشيلسي، اي لعيب بالنسبه له في تشيلسي وفرقه بطل الدوري وبيلعب معاه كذا وكذا وكذا والاسماء الكبيره اللي كانت موجوده معاه، لو ما استحملش قال لك انا عايز العب، انا اهم حاجه عندي العب طبعا. بس فده الطموح يعني. طيب على حضرتك يا كابتن محمد، في على مواقع السوشيال دلوقتي هم صوروا للبعض ان هي خناقه كابتن رامي ربيعه والكابتن احمد فتحي، هل هي بالفعل خناقه ام عتاب؟ انا استبعد جدا ان كابتن احمد فتحي يدخل مع اي حد في مشاكل. تمام. حتى لو خصم يعني، هو ممكن يكون عتاب. عتاب عتاب عادي. طب يعني شايف حضرتك الصور يعني، انا يعني هي مش يعني هي مش مشاجره ولا حاجه، هو ممكن خالص. كابتن عتاب او بيحصل. توجيه مثلا يكون عنيف شويه، بيحصل ده عادي جدا في الكوره، عادي جدا في الكوره. ايه رايك يا كابتن عبد الحميد اللي وصل لي ان هو كان الموضوع اصلا مش خلاف مع احمد فتحي؟ ايوه اللي وصل لي ان رامي ربيعه كان خلاف مع لعيب من الهلال السوداني. ايوه فكابتن احمد فتحي داخل بيحل الموضوع، بس بعد الناس بقى صورت الدنيا ان في خناقه في النادي الاهلي، انما مفيش خناقه. لا طبعا، لا لا يعني. ما احترامي لاي حد الأهلي في مصر، ما وصلش لكده. وبعدين الكابتن احمد فتحي، الكابتن احمد فتحي بالذات قيمه، لا قيمه كبيره في النادي الاهلي، شخصيه محترمه جدا، مش يعني كده. انت شايف حضرتك ان هو لوم مثلا، لوم ان هو ممكن يعني الهدف مثلا؟ لا لا انا اعتقد ان هو لو اذا كابتن شمال ما بيتكلم ان في مشكله مثلا ما بين رامي ربيعه ولاعيب من الهلال، فاوقات كده كابتن الفريق بقى وبيتدخل وبلاش حتى لو في مشكله. عمر ما لعيب النادي الاهلي مثلا، مع احترامي لاي اسم يعني، انت كنت احد ابناء النادي الاهلي يا كابتن حميد واكيد عارف يعني. فتحي لا بتاعها فتحي كلمه كبيره، ما حدش يقدر يتكلم معاه يعني. انا مستبعد حته ان رامي ربيعه يرد عليه. لا طبعا رامي ربيعه محترم يعني، لعيب محترم كمان. الموضوع صور يعني، خدوا الصوره وركبوا على موضوع يعني. طيب في برضه سؤال مهم جدا، وده مزعلني جدا من امبارح بجد، لان احنا ما اعتدناش على النادي الاهلي ان حد يرمي التيشيرت. كابتن وليد ازارو في التغيير الثالث، اما هو استدعى ما فايلر استدعى مروان محسن، خلاص هو كده قام بالثلاث تغييرات، فهو خلاص ما عادش له فرصه في المشاركه، فرمى التيشيرت بتاع التدريب على الارض. اعتقادي ان وليد ازارو في يناير مش هيبقى موجود في النادي الاهلي، هيكمل في النادي. فاي موضوع بيرة. بقى اي حاجه بتحصل كده يعني بيخرج اي حاجه من اللي جواه، بس انا مش شايفه مش حاجه مش كويسه يعني، مش مبرر يعني. انا مثلا معلش يعني كابتن وليد ازارو يعني امامنا دلوقتي على الشاشه، معلش يعني هو مش يعني، اما نيجي نقارنه بكابتن مصر كابتن حسام حسن، كابتن صالح سليم، او وقفوا 6 شهور عشان حركه زي دي. اقول لحضرتك على حاجه، طب ما نتكلم في عماد متعب. كابتن عماد متعب كان بيقعد لناس في ظل ان النادي الاهلي كان سيء جدا في الفتره دي، ما كانش بيلعب، محتاج اي ناس حربه كويس. مظبوط. أيوة. وبرغم من كده كان بيقولوا له انت مش موجود في الماتش، بياخد عربيته بيمشي، ما فيش مشكله. احنا بنقول للكابتن ازارو من خلال برنامج الكره والجماهير، ده ممكن يبقى عندك هناك في المغرب او من النادي اللي انت كنت جاي منه. اما النادي الاهلي له قواعد ومبادئ، جمهور الاهلي انت لو نجم النجوم وهتعمل كده في تيشيرت النادي الاهلي، لا يا حبيبي احنا بنقول لك شكرا وهارد لك وباي باي. لا اي حد مكانه اهلي او زمالك دي ما يصحش. انا بقول تحديدا النادي غلط. الاهلي لانه الاهلي لم يعتاد على هذه التصرف. التصرف نفسه غلط. انت النهارده بتتكلم عشان انت ما بتلعبش، تمام؟ أيوه. خلاص انت في يناير، انا متاكد مليون المال، وانت قدمت عرض النادي الاهلي، النادي الاهلي مش هيوافق. خلاص. أيوه. انت لعيب كويس واقول ضيف موجود في مصر طبعا على دماغنا كلنا، لكن احنا نتكلم دلوقتي في قيم النادي الاهلي. ما يصحش ان لعيب يعمل كده، سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك او نادي او اي نادي. بس ما ينفعش حتى لو مركز شباب، بس مش شرط. انا مش بتكلم عن النادي الاهلي بس، مبدا نفسه. مبدا نفسه حتى لو مركز شباب، شيرت النادي انت لابسه، شيرت النادي ده قيمه، ما ينفعش ان انا ارميه على الارض. مظبوط مظبوط. احنا ما كناش نعرف وليد ازارو قبل ما يجي النادي الاهلي. طبعا هو النادي الاهلي اللي عمل وليد ازارو في افريقيا كلها يعني. طبعا. صح طبعا.
في امبارح حدث جميل جدا، عشاق النادي الاهلي ينتظروا هذا الموقف، كابتن محمود الخطيب وهتافات الجماهير بيبو بيبو الله يا خطيب في الدرجه الثالثه امس في مباراه الهلال السوداني. ايه رايك يا كابتن عبد الحميد؟ اولا نتمنى الشفاء طبعا لكابتن محمود الخطيب، يعني ان شاء الله يبقى بصحه احسن يعني ان شاء الله باذن الله. فهو زي يعني زي اي نجم في العالم يعني، أيوة. يعني ده معشوق الجماهير في النادي الاهلي طبعا يعني. أيوة. انت بتتكلم على رمز من رموز النادي الاهلي فعلا. في ناس يعني مثلا زي مثلا تشبيه مثلا جيرارد في ليفربول. أيوة. في ناس حبت ليفربول عشان جيرارد، في ناس حبت ارسنال عشان تيري هنري. أيوة. في ناس حبت الكوره عشان محمود محمود الخطيب. صح. فما تلاقي يعني ده يعني رد اعتبار كده، حاجه كده لمسه وفاء كده من جماهير. أيوة. وتحديدا الموقف برضه هدى الاجواء بين الجمهور. طبعا نزل في حد يعني الجمهور. شويه مشاحنات خفيفه كده، ده وارد ان يحصل يعني. أيوة. مش عايزين نكبر الموضوع نقول بقى عشان الجماهير رجعت او كده، لا وارد كل العالم. والامن بنشكر الامن على تامينه للجمهور طبعا، دي حاجه كويسه. مش عايزين ننسى المداخله بتاعت الاستاذ مصطفى وموضوع الجمهور، مش عايزين ننساه عشان كمان حته كويس انت لسه فاكر يا كابتن محمود. كمان حته يعني احنا مثلا لو بصينا في ماتش الرجاء والوداد من فتره قليله. أيوه. في بطوله العرب. أيوه. شوف الجماهير عامله ايه مهما كانت التجاوزات، بس عامله روح ومنظر طبعا. طبعا طبعا فده لازم لازم يبقى في جماهير، لازم يبقى في جماهير. بمناسبه بقى سؤال الاستاذ مصطفى من حلوان، انت ايه رايك نرد عليه ونقول له ايه يا كابتن محمد؟ كابتن شباب الخص الموضوع، الجمهور هو كل حاجه، عصب الرياضه في مصر. مظبوط. الماتشات العاديه وماتشات وديه، ماتشات الدوري انت حضرتك بتبقى قاعد كان مش المذيع اللي بيذيع، كان الدكه اللي بتذيع. المدرب سامع صوت المدرب، سامع صوت، بعد ما كنا بنبقى سامعين صوت. أيوة. الجمهور في لعيبه كتير جدا في 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 ام بي وفي. أيوة. مقصه وكذا ما لعبوش تحت جمهور ابدا. أيوة. فلما النهارده بتجيبه نجم من فرقته وتجيبه نادي الاهلي وفي مباراه افريقيه، في مباراه مثلا وفي جمهور، اللي بالنسبه له مباراه صعبه، ما تعودش على كده. ما تعودش ابدا على كده. معانا مداخله يا كابتن محمد. الو، مساء الخير يا كابتن احمد. حبيبي استاذ محمد نجيب معايا. مظبوط يا فندم، ازاي حضرتك عامل ايه؟ ازيك يا استاذ محمد؟ الحمد لله تمام، انا كله بخير والله، وبمسي على حضرتك وعلى كابتن مصر كابتن محمد جيلاني نجم نادي المقاولين، وكابتن محمد شبانه نجم النادي الاهلي. اهلا بيك استوديو يا كابتن والله. اهلا بيك يا كابتن محمد. كابتن احمد سريعا عشان وقت البرنامج، انا طبعا متابع الحلقه من اولها، و يعني كلام كابتن محمد وكابتن عبد الحميد عن ماتش الاهلي وماتش الزمالك ايجابي جدا وبناء، لكن كنت حابب بس اسال كابتن محمد جيلاني عن جزئيه بس معينه، بما انه كان بيلعب في المقاولين، الطفره اللي بيقدمها كابتن عماد النحاس، انا عارف ان هي خارج نطاق الموضوع لكن سريعا يعني. اتفضل. الطفره اللي قدمها كابتن عماد النحاس مع المقاولين، وعندي سؤال برضه لكابتن عبد الحميد شبانه، يعني بحكم ان هو راجل طبعا لعب كجناح ولعب سكند سترايكر وشادو سترايكر قبل كده مع الاسماعيلي، فعايز اعرف رايه في ظل المستويات المتذبذبه اللي بيقدمها احمد الشيخ، وهل احمد الشيخ مكمل ولا مش مكمل، وجهه نظر يعني. ومعلش انا اسف على ده، سؤال مركب ده يا كابتن محمد مش سؤال واحد. سؤالين بقى عشان خاطر كابتن محمد اسمع منه رايه في الموضوع. هنسمع هتسمع. حاضر يا استاذ محمد، متشكر يا كابتن احمد وشكرا لكل الكباتن. تحت امرك. تحت امرك، اتفضل. ماشي، تجاوب الاول يا كابتن. نادي المقاولين، انا تواجدت فتره في نادي المقاولين. الكابتن عماد النحاس مدرب محترم جدا. طبعا. ومدرب كويس جدا. جدا يعني كابتن عماد، انا في الفتره اللي فاتت كان النادي الاهلي بيفاوضه ان هو يبقى موجود مع الجهاز اللي هيبقى موجود، وهو مش رفض، هو عنده طموح. اي حد عنده طموح، هو شايف ان هو دلوقتي مدير فني، بقى مدير فني بقى رقم واحد. مش عايز ينزل الحته دي تاني، فهو بصراحه ماشي مع المقاولين كويس جدا دلوقتي، او المقرر. واللي مساعده الاداره يعني. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، نادي المقاولين يوم بص اي مدرب كويس هينجح في نادي المقاولين، هينجح في نادي المقاولين. اي مدرب كويس بيشتغل بشكل كويس هينجح مع نادي المقاولين. ما بتسمعش خبر عنهم مش كويس. طيب. بالنسبه الحمد لله، الحمد لله ما فيش اي مشكله ماديه، ما فيش اي مشاكل، حتى مع الناس بتعالج المواضيع بسرعه. لا، نادي المقاولين ان هو يكون في المكانه دي حقه، ده طبيعي. ده طبيعي جدا في وجود مدرب كويس، وفي نفس الوقت انا عايز مدرب زي كابتن عماد النحاس. مظبوط، هو مدرب كويس. نروح برضو للشق الثاني من سؤال الاستاذ محمد. كابتن احمد الشيخ، ايه موقفه مع النادي الاهلي سريعا يا كابتن عبد الحميد؟ هو كابتن احمد الشيخ لعيب كويس جدا. ايوه، بس الثقه عنده لسه مش واخد، مش عنده زي ما كان في المدرسه. انا شايف ان هو مش لاقيها في النادي الاهلي. هو الثقه عنده مش زي ما كانت في المقصه. صح. دي حاجه يعني خاصه يعني، دي حاجه مش تبع الاهلي. هو كان هداف الدوري في مصر المقصه، وراح ومشي تاني المقصه، رجع كان هداف الدوري. مزمع. رجع تاني الاهلي، يعني نفس الموضوع بيتكرر. كيميا مش راجع. لا، هو حته ثقه خاصه بيه هو. مش راجع بالنادي. المطالبات بتنطلب بيه هو مش طبعا منه هو. لان يعني هو خد فرص.
ايوه فعلا خد ولعب في افريقيا ولعب أيوة. ماتشات خفيفه وماتشات كبيره اخد فرصه فعلا. فالموضوع يعني هو بيده هو، فهو صحته الثقه اللي عنده يعني اتمنى ان هو يبقى، لان هو بصراحه لعيب كويس جدا يعني. طيب سريعا عشان الوقت، وطبعا لسه ما دخلناش فقره نادي الزمالك والوقت بيجري سريعا، انت عارف ان الزمالكاويه يزعلوا من النادي. لا لازم نادي الزمالك لازم لازم هنتكلم عن نادي الزمالك. بس سريعا في سؤالين هنشوفهم، في يعني في تعليق من الكابتن ايمن الكاشف بيقول الاهلي مرعب ومخيف هذا الموسم، مدرب ورئيس ورئيس نادي واستاد وجماهير كل حاجه. ايه رايك يا كابتن؟ كل حاجه. اول حاجه الخطوه بتاعت الاستاد دي خطوه جميله طبعا، خطوه جد كويسه جدا النادي الاهلي. الفرقه فعلا مش عشان عملت مباراتين او ثلاثه، لا الفرقه فعلا مستوى شكلها باين، شكلها ممتاز. بيهاجم بست لعيبه وبيدافع بست لعيبه ولا ب10 يعني. بص الفرقه في الهجوم ما شاء الله تلاقي عدد كبير جدا، وفي الدفاع كل لعيبه تحت الكوره يعني. فايلر ده هيعمل لنا حاله كويسه. لا هو مدرب كويس بصمته باينه. اتفضل يا كابتن محمد. حته بس برضه هتقف عندها كتير، حته النقطة ان ناقص مني واحد، مطلوب مني واحد في اول خمس دقايق ولعب نجم الساحلي في نجم الساحلي وخسران 1-0 واستحواذ فوق ال 60%. ده بيبان شخصية المدرب. لا بيبان شخصية المدرب. ومتخيل بقى لو مثلا لو بلاعب فرقة على ملعبي وخسران 2 ولا حاجة وانا 11 لعيب، لا هكسب، ابقى واثق ان الراجل ده يعني مظبوط بيوصل كتير جدا. كده احنا طبعا بيعتبر يعني خلصنا النادي الاهلي والف مبروك للنادي الاهلي. نروح نادي الزمالك عشان ما يزعلوش، بس في لقطه هنشوفها دلوقتي مع في المدرج من جمهور النادي الاهلي، لفته رائعه محترمه من قبل ما اشوفها، اللي هي اللي هو النظافه اللي هو تنظيف المدرج بعد انتهاء. كان نفسنا نشوفها من زمان بس عشان هو بقى قال خلاص ده ملعبنا بقى. ده ملعبنا بقى. دي ممكن نشوفها على الهواء. ده حاجه محترمه بصراحه طبعا عشان الزملكاويه وقتنا بيجري سريعا. دي حاجه يعني ايجابيات اللي احنا بنتعلمه، ممكن نتعلمه من بره. يا ريت نشوف ده على طول يعني، نشوف دوري انجليزي دوري الاسباني دوري الالماني بالذات. هنا في بطوله افريقيا كابتن شبانه جمهور الجزائر وجمهور المغرب عملها كذا مره. فدي حاجه يعني من ايجابيات اللي احنا المفروض نتعلمها من بره. نروح لنادي الزمالك بقى كابتن عبد الحميد عشان ما يزعلوش. طبعا الف مبروك لنادي الزمالك الفوز النهارده على اول اغسطس بهدفين لبن شرقي مقابل لا شيء. طبعا نروح للكابتن محمد الجنيني، من هو رجل المباراه من وجهه نظرك؟ بن شرقي. هو جايب الجنين يبقى اكيد بن شرقي. ما نقولش يوسف اوباما مثلا؟ ممكن نقول يوسف اوباما، بس انا بتكلم دايما الناس بتبص اللي بيجيب الجول اللي بيجيب الجول. بس انا برضو اتفق معاك ان يوسف اوباما الفتره دي يعني ادى اداء كويس، كويس جدا المباراه اللي فاتت، كويس جدا زي قفشه ما سجلش، لكن انا شايفه راجل المباراه في ماتش الاهلي. تمام. كابتن عبد الحميد، ايه رايك في انضمام الكابتن طارق حامد للقائمه الافريقيه ضمن افضل لاعب في القاره؟ هو حاجه تكريما ليه يعني، تكريماً. انا شايفه تكريما ليه ان هو على المجهود اللي عمله، هو يستاهل على المجهود اللي عمله الفتره اللي فاتت والجهد يعني مبذول منه مع المنتخب او مع الزمالك فالكونفدراليه طبعا. طب يعني دايما تيجي تبص تلاقي الاهلاويه يقول لك طب ليه مثلا مش عاشور، طب السوليه، طيب لا اصل عاشور ده رمز النادي الاهلي برضه يعني، مع احترامي للناس الكل. هو انا شايف ان الكابتن طارق حامد اداؤه سيء الفتره اللي فاتت مع الزمالك ومع المنتخب. كابتن طارق موجود في الاثنين يعني، كابتن حسام عاشور مش انما ده موجود في المنتخب بيشارك بشكل ده ثابت. وكابتن محمد دايما 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 تلاقي فرقه الزمالك لو حتى فرقه الزمالك مش بتادي بشكل كويس تلاقي الفرقه دي الناس بتتكلم على طارق حامد كويس. تمام. في بطوله افريقيا الناس كلها كانت بتلوم على المنتخب وبيتكلموا ان طارق حامد من الناس الرجاله جدا في الملعب. هو زيه زي كابتن احمد فتحي. انا في نقطه عشان بس الانصاف يعني، حسام عاشور يعني من اخر 20 سنه مش هي ديفندر زي حسام عاشور ده حاله، بس بنتكلم على الفتره دي. لا طارق حامد يستاهل ان هو يكون موجود. ان شاء الله ربنا يوفقه ويحصل على اللقب ان شاء الله باذن الله. افضل لاعب ان شاء الله. هو يستاهل، لاعب مجتهد ويستاهل. طيب ايه رايك يا كابتن عبد الحميد في اداء كارترون في المباراتين اللي بدا بيهم مع نادي الزمالك؟ لا هو مش يعني، وهل تتوقع نجاحه؟ هو اتوقع نجاحه او لا ده مش هقدر اقول دلوقتي. سابق الاوان مثلا. سابق الاوان جدا يعني، بس انا بتكلم على ايه برضو يعني بالذات ماتش النهارده. أيوة. فرقه يعني ما فيش ايجابيات على الماتشات قبل كده. تمام. ده وجهه نظري انا يعني. تمام. ان انا شايف الزمالك برضو يعني لما بيلاعب فرقه ضعيفه بيكسب، بيلاعب فرقه قويه بيخسر. ايوه. طب انا ما فيش جديد يعني. انا شايف برضو ان ايه يعني، لا ما لازم لسه ما حصلتش مع كالدرون يعني، لسه ما حصلتش لسه يعني. انا بتكلم بس برضو مع احترامي الاداء النهارده برضو انا اتفرجت يعني معظم الماتش. لا انا معظم شايف مثلا اغسطس دي معظم الماتش بتضيع وتوصل ماسك كوره. طبعا. والزمالك مثلا ايه ممكن خلال خمس دقايق يعمل شويه شغل وبعدين ايه. وخلينا نكون يعني في صراحه شويه يا كابتن اكيد حميد. طبعا احنا بنتكلم صراحه، حتى الزمالكاويه اللي يزعل يزعل. لا انا بتكلم على في نقطه، الزمالك انا بقول ترتيبه احتمال ينافس على المركز الثاني مش الاول في المجموعه. اكيد طبعا. اللي يزعل بقى يزعل. لا المركز ده محسوم لمازيمبي. فرقه المركز الاول مرعبه بصراحه. يعني الزمالك الزمالك ياخد البطاقه الثانيه. انت بتتكلم على اخر ثلاث سنين او اربع سنين مازيمبي وصل النهائي ثلاث مرات ولا حاجه. فمازيمبي
وعلى ملعبها كمان حاجه النادي الاهلي ما كسبهاش هناك في فانا بك... مفيش حد يكسبه هناك وانا بتكلم كمان فرقه بتكسبه هناك بتكلم فاهم يعني في ظل الاجواء المرعبه في نادي الزمالك في لعيبه ماشيه ولعيبه قاعده ولعيبه بتتكلم على عقود انت بتلعب في نادي الزمالك انا مستغرب ازاي مثلا مع احترامي مع احترامي لاي لعيب في نادي الزمالك اللي هو كان جاي لعرض من السعوديه ولا عرض مش عارف من الامارات ولا من مالديفز لا عاوز تلعب في نادي الزمالك هتلعب بالنادي يحددهولك طب اقول لك على حاجه يا كابتن اتفضل النجاز هرب من نادي الزمالك انا بقول الف مبروك لنادي الزمالك انه هرب والله العظيم حازم امام مالك المباراتين على اعلى مستوى تمام الزمالك اللي كسبان برضه مش عايزين ان احنا نتكلم على حمدي ان حمدي هو كل واحد بيطالب بس الطريقه غلط يا كابتن محمد ما انا اقول لحضرتك قبله كهربا برضه انا اقول لحضرتك على حاجه هو حمدي النجاز له حق فلوس تمام المستشار مرتضى منصور بيدي اللعيبه كلها فلوسها الفتره اللي فاتت لكن النتائج الفتره اللي فاتت ما كانتش ترضي حد يعني لو حضرتك بص في نهايه الدوري خسر من النادي الاهلي ايوه خسر مباراه السوبر من النادي الاهلي تمام في الدوري خسر من النادي الاهلي خسر من انا بقول لحضرتك الفتره لا هو التغيير بتاع المدرب تعادل بص يا كابتن شمانة تغيير المدرب في الوقت ده تغيير نموذج مبدئيا تغيير صح تغيير المدرب في الوقت ده تغيير صح لان انا مش شايف اي اضافه في اوقات المدرب زي مثلا وادي دجله المدرب كانت النتائج بتاعته وحشه أيوة. لكن الناس شايفه ان في حاجه كويسه بتتقدم طبعاً. الفتره اللي جايه مثلا شغال بسيستم معين والفتره اللي جايه اللعيبه هتبدا تحفظ ويبقى شكله كويس طبعاً. فعشان كده صبروا على انما النادي الزمالك مش هيصبر ان شاء الله طب انت شايف النهارده اداء الزمالك يطمن ان شاء الله للصعود ان شاء الله للدوري ان شاء الله بالنسبه لمجموعه النادي الزمالك أيوة. لو هو لازم طبعا يأدي افضل من كده كمان لازم تمام لسه في شغل لكن نقول له مبروك ان هو كسب مباراه في افريقيا مظبوط حاجه تدوم ثقه للفتره اللي جايه الزمالك عنده لعيبه كويسه جدا المهم بس ان الماتش ده معنويا بس هو الفوز معنوي دي دفعه عشان الدوري كمان اي نتيجه غير الفوز النهارده لا مشكله تخش في نفق مظلم بقى مشكله كبيره بس يا جماعه انا عايز اقول ان الفرق الافريقيه بقت فرق قويه جدا في طبعا بشرى يعني لنادي الزمالك طبعا التتر بقى خلاص على الهوا في نادي الزمالك بيعرض عليه ملعب بتروسبورت 25 سنة زي برضه زي النادي الاهلي هتبقى حاجه محترمه جدا لمدة 25 سنة برضه هو نادي الزمالك اصلا بيحب يلعب في بتروسبورت مبدئيا يعني كمان الف مبروك للنادي الاهلي الف مبروك لنادي الزمالك وكمان ما ننساش سيدي البلد الاتحاد السكندري ده عايز قصه ثانيه دي صراحه مجموعه الدوري المصري يعني. الف مبروك لنادي الاتحاد وان شاء الله يكمل بهذا المستوى ونبارك لنادي الاتحاد ووقتنا انتهى وبشكر ضيوفنا كابتن محمد الجيلاني وبشكر الكابتن عبد الحميد شبانه ولقد يعني اسعدناكم ونتمنى ان احنا نكون ضيوف خفاف عليكم النهارده مع برنامج الكوره والجماهير احمد سعيد انتظرونا الحق السبت القادم الى اللقاء